النشرة المحلية، أهلا بكم. بداية، وفي إطار الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة إجراؤها يوم 12 جوان القادم، قامت القائمة الحرة التغيير بتجمع شعبي بدار الثقافة بولاية خنشلة، أين تدخل مرشحو القائمة لشرح برنامجهم وحث المواطنين للتوجه لصناديق الاقتراع من أجل الوقوف مع الجزائر خلال هذه المرحلة الحساسة. التقرير لشخاب نبيل عبد النور. شوف معاه هو التغيير، ونعمل للتغيير. بدون إطالة أحيل الكلمة مباشرة نحن أبناء خنشلة نعلنها بصوت واضح، لا للعروشية، لا للعروشية على حساب مصالح الولاية وعلى حساب اختيار الكفاءة. وأوجه كلامي للشباب، اتحدوا، اتحدوا من أجل مستقبل أفضل، اتحدوا من أجل التغيير. ونعمل إن شاء الله على إحياء الدور الحقيقي للمجتمع المدني ومرافقتهم، لأنهم هم صلب المجتمع. سنطالب بإشراك المجتمع المدني في العمل الاقتصادي. سوف نقوم بدعم لجان الحي وهيكلتهم، والمطالبة بإصدار قوانين تسيرهم وإعطائهم أكثر مصداقية وأكثر سلطة. 12 ديسمبر ودرنا رئيس جمهورية صالح بإذن الله، لكن الرئيس وحده ما يجم يدير والو. الشعب اليوم لازم يقول صوته، والجزائر كما نشوفوا اليوم راهي تمر بمخاض عسير وبأزمات كبيرة. تحتاج اليوم الجزائر للرجال، للنزهاء، للمخلصين، للصادقين، للوطنيين، للغيورين على هذا الوطن. احنا اليوم نطلب من اخواننا ما يحكموش كما قال خويا هشام، ما نحبوش العروشية وما نحبوش التمييز، لانه هذا ما يخدمش البلاد.